أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الطريق والأسلوب المناسب للأمر بالمعروف، وإذا كان أهل بلدي يطوفون بالقبور فكيف أنهاهم عن هذا المنكر؟ تعلمهم، تبين لهم وتعلمهم هذا الشيء برفق وحكمة، تبين لهم هذا الشيء وتعطيهم رسائل صغيرة يقرؤونها أو أشرطة أو غير ذلك، تدعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. نعم. أحسن الله. لكن عليك بالرفق، لا تواجههم تقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا، بل قل أنتم تحتاجون إلى معرفة الحق وتحتاجون إلى تفاصيل يمكن تخفى عليكم، تجيهم بأسلوب يعني لا ينفرهم. نعم.